هديكم فكرة عن كبير مبدأ إن شاء الله، وأرجو أن تتابعوا ما نكتبه عن كبير مبدأ في مجلة الكرز. إنجيل مبدأ ليس هو أول الأناجيل التي كتبت، لأن أول إنجيل كتب هو إنجيل مرقس. لكن إنجيل مبدأ وضع أولا في الترتيب لأنه الجسر الذي يصل بين العهد القديم والعهد الجديد. فلتتابع العهد القديم مع العهد الجديد وضعت هذه المرحلة المتوسطة في إنجيل متى. وإنجيل متى كتبه متى الرسول إلى العبرانيين، ولكنه في أغلب آراء العلماء كتب باللغة اليونانية وليس باللغة العبرانية. كتبه متى الرسول لكي يثبت أن يسوع الناصري هذا هو الشخص الذي تتحقق فيه أقوال الأنبياء، تتحقق فيه النبوات القديمة، وإنه هو المسيح، وإنه هو المسيح، وإنه هو ابن الله، وإنه هو رجل العهود والمواعيد، وإنه ملك اليهود. يلاقوها من أول إصحاح. يعني لما نأخذ أمثلة بسيطة من أول إصحاح مثلا متى 1:22 و23، وهذا كله لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل: هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل، الذي تفسيره الله معه نبوءة من أشعياء. ومن أول إصحاح يتضح أنه كتب لليهود، لأنه أول الإنجيل بيقول كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم، وهذه الكتابة لليهود ابن داود ابن إبراهيم، بينما لوقا وصل إلى ابن الله، ومرقس قال كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن الله على طول، ولوقا مشى الأنساب إلى ابن أنوش ابن شيس ابن آدم ابن الله، وأراد أن يثبت إنه المسيح برضه من أول إصحاح. فتلاقي متى 1 كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم، وفي سلسلة الأنساب يقول آية 16 برضو: ويعقوب ولد يوسف رجل مريم التي ولد منها يسوع الذي يدعى المسيح. وبعدين يقول: فجميع الأجيال من إبراهيم إلى داود 14 كيلو، من داود إلى سبي بابل 14 كيلو، ومن سبي بابل إلى المسيح 14 كيلو. يعني ذكر اسم المسيح كثير. وبعدين في آية 18: أما ولادة يسوع المسيح فكانت هكذا. يعني في إصحاح واحد جاب ذكر المسيح 4 مرات، لأنه يريد أن يثبت لليهود أن هذا هو المسيح. المسيح هو المسيح، كلمة المسيح يعني المسيح. فهم بينتظروا المسيح، فبيثبت له من أول الإصحاح. حكاية ملك اليهود تلاقوها برضو من أول، يقول: ولما ولد يسوع في بيت لحم اليهودية في أيام هيرودس إذا مجوس جاءوا المشرق قائلين: أين هو المولود ملك اليهود؟ أين هو المولود ملك اليهود؟ إصحاح 2 آية 2. بعد كده يقول إيه؟ فلما سمع هيرودس الملك اضطرب وجميع أورشليم معه، فجمع كل رؤساء الكهنة وكتبة الشعب وسألهم: أين يولد المسيح؟ وهم قالوا: أين يولد ملك اليهود؟ لأننا رأينا نرى. هو دعا كتبه وقال لهم ايه؟ اين يولد المسيح؟ لان عنده ان المسيح هو ملك اليهود، ماشي مع بعضه. فقالوا له في بيت لحم، لانه مكتوب: وانت يا بيت لحم ارض يهوذا لست الصغرى بين رؤساء يهوذا، لا
لأن منك يخرج مدبر يرعى شعبك إسرائيل. فقالوا عليه إن هو المسيح وهو مدبر وهو الذي يرعى الشعب. وفي آية 15 و16 جاية النبوات عن قتل الأطفال ليتحقق ما قيل بأرمية النبي. كلهم بقى وسيدعى ناصريا والكلام اللي على من مصر دعوت ابني إلى آخره. كل دي النبوات موجود، كله ماشي نبوات. اقروها برضو في المجلة اللي كاتب ايه حكاية النبوات، بلاش نضيع وقتنا فيها. سرد كامل لايه النبوات اللي تتحقق بميلاد المسيح في الجنة. المهم لانه كتب لليهود تلاقي فيه اشارات كثيرة الى العهد القديم، اشارات كثيرة الى النبوات التي تحققت، اشارات كثيرة الى داود، الى اورشليم، الى اسرائيل، الى الهيكل، اشارات من كل نوع لانه بيكلم اليهود. ونلاحظ ايضا ان المسيح في اول رسالية ارسلها في متى 10 ارسل تلاميذه، تلاقي قالهم ايه؟ إلى طريق أمم لا تمضوا، وإلى مدينة للسامريين لا تدخلوا، فنذهبوا بالحري إلى خراب بيت إسرائيل الضال. كلام لا يمكن يكتبه مرقس ولا يمكن يكتبه لوقا. مرقس كتب للرومانيين ولوقا كتب لليونانيين. مش ممكن يقول لهم طريق أمم لا تمضوا ومدينة للسامريين لا تدخلوا ونسبوا إلى خراب بيت إسرائيل الضالة، مستحيل. يقول لهم ما البعث لنا الإنجيل ليه؟ نبدأ بالحاجات. طبعا هذا الكلام في أول إرسالية، لأن كان صعب عليهم أن يروحوا للأمم أو السامريين لألا يرفضوه. لكن فيما بعد قال لهم اذهبوا وكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها في مرقس 16-15. وفي أعمال 1-8 قال لهم ولكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وحينئذ تكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. يعني قبل ما يحل الروح القدس عليهم وهم لسه مبتدئين قال لهم ما تروحوش للأمم ولا للسامريين، اذهبوا إلى خراب بيت إسرائيل. وفي إصحاح 15 آية 24 في قصة المرأة الكنعانية اللي قالت له الحقن ده بنتي تعبانة جدا، قال أنا لم أرسل إلا إلى خراب بيت إسرائيل. وفي آية 31 برضو 15-31 يقول تعجبت جموع إزراء الكرسي يتكلمون والشل يصحون والعرج يمشون والعم يبصرون ومجدوا إله إسرائيل. طبعا دي مش ممكن يقولها للأمميين. في سلسلة الأنساب أرجعها إلى داود وإلى إبراهيم. برضو دي نقطة. كان يتكلم على أورشليم، يقول المدينة المقدسة، الموضع المقدس، لا تحلفوا بأورشليم لأنها مدينة الملك العظيم إلى آخر. متى رأيتم ركسة الخراب في الموضع المقدس؟ الموضع المقدس يعني في الهيكل، لكن معروف إيه هو الموضع المقدس لأنه بيكلم يهود. لكن كون إن متى بيكتب إلى اليهود ليس معناها أنه يجامل اليهود، وده نقطة كويسة جدا في إنجيل متى، يرينا لمسة روحية معينة. هو بيكتب لليهود يوريهم ان المسيح ده هو الذي تحققت فيه نبوءات الانبياء، هو مسيا المنتظر، هو المسيح، وانه ارسل اولا الى خراب بيت اسرائيل الضال، وانه يحب اورشليم ويتكلم عن الهيكل اعتبارا من الموضع المقدس، ويطلب من الناس انهم ما يحلفوش باورشليم لانها مدينة الملك العظيم، ويرسل تلاميذه ويقول لهم ما تروحوش للسامريين ولا للأمم. كل هذا
لكن ليس معنى هذا انه يجامل اليهود. تلاقوا الكلام ده واضح كويس قوي برضه من اول الانجيل. فنجد في كرازة يوحنا المعمدان يوبخ اليهود المخطئين ورؤسائهم، وايضا يقول لهم في متى 3 آية 9: لا تفتكروا أن تقولوا في أنفسكم لنا إبراهيم أبا، لأني أقول لكم إن الله قادر أن يقيم من الحجارة أولاد إبراهيم. يعني هو يقول لهم المسيح جه لليهود، لكن هو تفتكروا أنه كنت يعني هنجملكم، لازم تتوبوا تصنعوا ثمارا تليق بالتوبة، ما تفتخروش إن إبراهيم أبوكم، لأن الله قادر أن يقيم من الحجارة أولاد لإبراهيم. وفي إصحاح 11 يوبخ المدن اليهودية التي لم تؤمن به على الرغم من المعجزات التي أجراها. يقول إيه من آية 20: حينئذ ابتدى يوبخ المدن التي صنعت فيها أكثر قواته لأنها لم تتم. ويل لك يا كورازين، ويل لك يا بيت صيدا، لأنه لو صنعت في صور وصيداء القوات المصنوعة فيكما لتابتا قديما في المسيح والروح. ولكن أقول لكم أن صور وصيداء تكون لهما حال أكثر احتمالا يوم الدين مما لكم. وأنت يا كفر ناحوم المرتفع إلى السماء ستهبطين إلى الهاوية، لأنه لو صنعت في سدوم القوات المصنوعة فيك لبقيت إلى اليوم. ولكن أقول لكم أن أرض سدوم تكون لها حال أكثر احتمالا يوم الدين الملك. يعني المسيح جه لليهود زي ما قال يوحنا إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبل، وإحنا بنكتب ليكم ونوريكم قيمتكم عند ربنا، لكن مع ذلك مجاملة لا. سدوم اللي حرقت دي هيكون لها حالة أكثر من هذا الجيل، حالة أكثر احتمال. المدن الأممية هتقوم في يوم الدين وتدينكم لأنه كنتم ما تبتوش. بيتكلم يرسل لليهود، لكنه يريد أن يكون اليهود أنقياء وأتقياء، وإذا ما نفعش مش هتنفع معهم بنوتهم لإبراهيم أبدا. طبعا بيوري أيضا الخلاف اللي بين المسيح واليهود في حتت كتير. يبقى قلنا إن في بشارة المعمدان وبخهم على عدم التوبة وقال لهم ما تفتخروش، وفي بعد كده وبخ المدن التي لم تؤمن به وراهم أن مدن أممية أحسن. في معجزة شفاء غلام قائد المئة في إصحاح 8 تعجب من إيمانه اللي قال له أنا مش مستحق تدخل تحت سقف بيتي كل كلمة، فقط أن أقول لكم الحق أقول لكم إني لم أجد ولا في إسرائيل إيمانا بمقدار هذا، وأقول لكم إن كثيرين سيأتون من المشارق والمغارب ويتكئون مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب في ملكوت السماوات، وأما بنو الملكوت فهم اليهود فيطرحون في الظلمة الخارجية، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. إذن هو يكتب إلى اليهود ولكنه لا يجامل اليهود، ولما يجد أمم كويس يقول لهم لم أجد في إسرائيل كله إيمان بهذا المقدار، وقال لهم سيأتون من المشارق والمغارب يعني هيجوا من الأمم ويتكئوا في أحضان إبراهيم وبنوا الملكوت اللي هو أنتم تطرحونه في الظلم الخارجي. أظن واضح الكلام. في إصحاح 12 برضو نفس الوضع من آية 41 42 قال لهم رجال نينوى سيقومون في الدين مع هذا الجيل ويدينونه لأنهم تابعوا مناداة يونان وهو ذا أعظم من يونان هؤلاء. ملكة التيمن ستقوم في الدين مع هذا الجيل وتدينه
لأنها أتت من أقاصي الأرض لتسمع حكمة سليمان، وهو ذا أعظم من سليمان هاهنا. نديكم مقداركم لكن ما تفتكروش بدون توبة. وبالنسبة للمرأة الكنعانية لها عظيم هو إيمانك. شرح في نفس الوقت قيام اليهود ضد المسيح، يعني نقطتين. النقطة الأولى إنه كتب لليهود وشرح ليهم إن ده بتاعهم. في نفس الوقت وبخ الأمم اليهودية اللي مش مظبوطين، ومكد الناس الكويسين من الأمميين. وبعدين النقطة اللي بعد كده شرح كيف قام اليهود ضد المسيح. قبل ما أقول لكم قاموا ضد المسيح، عايز أقول ملاحظة بسيطة في تقسيم إنجيل متى، خليكم معايا. الإصحاح الأول من متى عن سلسلة الإنساب وميلاد المسيح، الإصحاح الثاني عن مجيء المجوس والهروب لمصر إلى آخر، الإصحاح الثالث عن بشارة المعمدان وعن معمودية المسيح، الإصحاح الرابع عن التجربة على الجبل، خمسة وستة وسبعة العزة على الجبل، ثمانية وتسعة مركزين عن المعجزات، كله معجزات ورا بعض ورا بعض ورا بعض في ثمانية وتسعة. من المعجزات دي ابتدوا بقى يصطدموا مع اليهود، يعني ما نسمعش عن الاصطدام قبل كده، لكن من اول المعجزات ابتدوا يصطدموا بيه. ابتدوا يصطدموا بيه في المعجزات على الاقل لسببين: القوة العظيمة التي تثبت لاهوته ابتدوا يخافوا منه، لانهم بينظروا إليه كمنافس. النقطة الثانية إن بعض المعجزات اتعملت في يوم سبت، ابتدوا يتعبوا. من ضمن القوة بتاعت لاهوته مثلا إنه لما شاف المفلوج في إصحاح تسعة قال له مغفورة لي خطاياك، مين بيغفر خطايا إلا الله؟ يبقى أنا خد بالنا من الراجل ده. خدت بالكم بقى من الموضوع. نيجي الاول اصطدام في متى تسعة. طبعا في اصطدامات قبل كده في مولده، اللي لما ولد، يعني شوفوا المقارنة العجيبة، نوع من الكونتراست يعني بين دي. بيقول لك ايه؟ في ميلاده بيجاد في لوقا ان الملك قال للرعاه انا ابشركم بفرح عظيم، اذا في فرح عظيم. نيجي في انجيل متى ان بينما المجوس وهم الامم فرحانين بالمجيء ليه وبيدوروا عليك من كل حته وبيقولوا اين هو ملك اليهود وراينا نجم وعايزين نروح ونسجد ليه، فيما الامم بيسعوا اليه، اليهود بيقول ايه؟ حينئذ اضطرب هيرودس وكل اورشليم معه. طب بتضطرب ليه يا حبيبي؟ انت لازم تفرح وتسر. بقى المجوس فرحانين والاممين فرحانين وجايين من اقاصي الارض، وانت ما تفرحش؟ يقول لك ملك اليهود هي نفسك. هي نفسك ايه ده هيتقول لي دلوقتي؟ يعني لما يبقى ملك كن انت روحت خدت عمرك الافتراضي وخلص، يعني حتى من جهة المنافسة ما كانش مفروض يتضايق هيرودس. بيقول اضطرب وكل اورشليم معه، وابتدت مشكلة قتل الأطفال، وابتدى هروبه لمصر. لكن لأن الثلاثين سنة اللي فاتوا دول ما كانش باين فيهم حاجة، والمسيح ساكت مش عايز اصطدام لغاية لما يأتي الساعة اللي يشتغل فيها والموعد اللي يشتغل فيها، كان أمر هذا. لما بيعلم أهو تعليم سامي وجميل وكله في العزة على الجبل، لكن ما يقدروش يمسكوه في التعليم. لما ابتدى يعمل معجزات ابتدى بقى يمسكوه، إما المعجزات في سبت، لإما المعجزة معه غفران خطية، لإما المعجزات الناس
بيمجدوه ابتدى بقى الناحية النفسية تخش في تسعة في إصحاح تسعة قصة المفلوج قال له مغفورة ليك خطاياك. فبدأوا يدمدموا في قلوبهم من يغفر خطايا الله. قال لهم لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطانا أن يغفر خطايا الأرض هذه مطلوبكم أحمد سريركم. فحمد سريره ومشي، لكن الحقد اللي في قلوب هؤلاء الناس لم يمشي. فضل الناس مفتوقين بالروح ما تشافوش لسه. أما الجموع فلما رأى الجموع تعجبوا ومجدوا الله الذي أعطى الناس سلطانا كهذا. خدوها كقاعدة، المسيح كان دايما بتاع الجموع والشعوب، واللي ضده كانوا الرؤساء سواء رؤساء مدنيين أو رؤساء دينيين، لكن الشعوب باستمرار كانت معه. والمسيح كان يفضل هذه الشعوب والرؤساء يصطدم بهم ويصطدم بهم. المسيح لم يصطدم إلا مع عنفاء، لكن الشعب البسيط الطيب ما اصطدمش به، هو بيصطدم مع العنفاء فقط، سواء كانوا كتبة فريسيين كهنة رؤساء كهنة هيرودس الملك حنان قيافة إلى آخره. في إخراجه للشياطين برضه في إصحاح 9 آية 34 فتعجب الجموع قائلين لم يظهر قط مثل هذا في إسرائيل. أما الفريسيون فقالوا لرئيس الشياطين يخرج الشياطين. ابتدت بقى المهاجمة، ابتدت المهاجمة، هاجموه في سلطان المغفرة وهاجموه في إخراج الشياطين وقالوا رئيس الشياطين يخرج الشياطين وهاجموه بالزبط. إصحاح 12 برضو لما قالوا ببعض يقول بيخرج الشياطين علم يسوع أفكارهم وقال لهم كل مملكة منقسمة على ذاتها تخرج وكل مدينة أو بيت منقسم على ذاته لا يخرج. فإن كان الشيطان يخرج الشيطان فقد انقسم على ذاته فكيف تثبت مملكة؟ وإن كنت أنا ببعض يقول أخرج الشياطين فأبناؤكم بمن يخرجون؟ لاحظوا ان المسيح بالنسبه للكتبه والفريسيين كان اولا ياخذ منهم جانب الاقناع وليس جانب لم ياخذ منهم جانب الهجوم الا في الاسبوع الاخير لما قال ويل لكم ايها الكتبه والفريسيون غراء. لو ما قال عليهم قاد عميان، لما قال سيأتي عليكم كل دم زكي سفك من دم هابيل الصديق إلى دم زكريا بن براهيم، لما قال يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراكمة المرسلين إليها إصحاح 23 مهاجمة صريحة لأنه في الأسبوع الأخير. في الأسبوع الأخير أراد السيد المسيح أن نغير القيادات، فلا تبقى القيادات القديمة قائمة، لا قيادات تعليم ولا قيادات كهنوت ولا رؤساء للشعب. هو دلوقتي بيبني كنيسة جديدة على أساس جديد، فلا بد أن يحطم في الطريق الكتبة والفريسيين والصدوقيين والناموسيين والكهنة ورؤساء الكهنة، لا بد. فبدأت أمثلة الخاصة بهؤلاء، قال لهم مثل الكرامين الأردياء الكهنة عرفوا من عليهم، فقال لهم ملكوت السموات ينزع منكم ويعطى لأمة تعطي في معركة. إذن بدأ هجوم المسيح القوي الأسبوع ده. في الأول بيحاول يقنعهم ويثبت الإيمان، وفيما يثبت الإيمان مثلا في مشكلة زي مشكلة السبت بيعمل عملية، عمل منهم
يثبت العقيدة بالنسبة لعامة الشعب. والعمل الثاني إقناع لنفس المعترضين لعلهم يرجعون على عن أفكارهم الخاطئة. وإن مرجعوش يبقى كفاية الشعب بيتسبب. فمثلا نيجي في مشكلة السبت إصحاح 12 من 1-8 قالوا له ليه تلاميذك بيقطفوا السنابل في يوم سبت؟ كان مصرح الشريعة اليهودية إن أي واحد جعان ماشي في السكة يفرك السنابل ويأكل، بس ما يحطش في جيبه، ما دام جعان يفرك ويأكل، لكن حط في جيبه تبقى السنابل، ما بقتش جوع، بقت بيختم. بس المشكلة كان ليه بيقطفوا السنابل في يوم سبت؟ فقال لهم: أما قرأتم ما فعله داود حين جاء هو والذين معه، كيف دخل بيت الله وأكل خبز التقدمة الذي لم يحل أكله له ولا للذين معه بل للكهنة فقط؟ طبعا بيقنعهم من التوراة لهم يؤمنوا به. أو ما قرأتم في التوراة أن الكهنة في السبت في الهيكل يدنسون السبت وهم أبرياء؟ يعني لما يجي واحد ويختنوه في يوم سبت يختم في اليوم الثاني، يختم ايه؟ في اليوم الثاني. افرض اتولد في يوم سبت يبقى اليوم الثامن هيطلع يوم سبت. فهل ما نختنوش ولا ندنس السبت ونبقى أبرياء لأن الشريعة بتقول كده؟ أو مثلا المرأة في اليوم الأربعين بتيجي لتطهيرها في يوم الأربعين بطقس خاص وتقدم ذبيحة أو محرقة والكاهن يقدمها عنها. طب افرض طلع الأربعين يوم سبت، هيحصل يقدموا المحرقة ولا لا؟ ويعملوا الطقس بتاع تطهير المرأة ولا لا؟ إذا يدنسون السبت وهم أبرياء. بيقول لهم يدنسون السبت على حسب تفكيرهم هم، يعني المسيح بيتنازل إلى لغتهم، هو مفيش تدنيس للسبت ولا حاجة، لكن في اعتقادكم إن كل عمل في السبت يعتبر تدنيس للسبت، أهو دول أبرياء. وبعدين قال لهم: فلو علمتم ما هو إني أريد رحمة لا ذبيحة. ولاحظوا لما بيقول إني أريد رحمة ما قالش الله يريد رحمة لا ذبيحة، قال إني أريد رحمة لا ذبيحة. لو علمتم لما حكمتم على الأبرياء فإن ابن الإنسان هو رب السبت أيضا. هذا كلام يفهم. كون إن يقنعهم أمام الجماهير ويثبت لهم إن كلامهم غلط بتتعبهم. وكون يقول لهم أنتم تعبدين ليه من السبت؟ ده أنا رب السبت أيضا. أكون كمان يعني مش كفاية بيقنعهم، كمان يقول لهم أنا رب السبت. طب نشوف إيه كان في نفس الإصحاح من آية 10: ثم انصرف من هناك وجاء إلى مجمعهم، المجمع فيهم السبت، وإذا إنسان يده يابسة فسألوه قائلا: هل يحل الإبراء في الزبون؟ لكي يشتكوا عليه. لو قال لهم ما يحلش فتخلصوا منه، لو قال لهم يحل يقول اتفضل ده بيكسر السبت. قال لهم: أي إنسان منكم يكون له خروف واحد فإن سقط هذا في السبت في حفرة أما يمسكه ويقيمه؟ كلام يفهموه الناس، ماشي في السكة ويوم سبت وقال خروفه وقع في حفرة يقيمه ولا لو أقمته وعملت عمل في يوم السبت؟ فالإنسان كم هو أفضل من الخروف؟ إذن يحل فعل الخير في الزبون. ثم قال للإنسان: مد يدك. لما انتهى بعدد صحيح. هنا بقى نقطة مهمة، مش بس الإقناع بأن العمل في السبت جائز، عمل الخير يعني، إنما في نقطة أصعب من كده، إن بيعمل معجزة وبتتم في يوم سبت.
فلو كان عمل المعجزة في يوم السبت خطأ لأنه عملها في يوم السبت ما كانش قدر يعمل المعجزة، ولو عمل المعجزة يبقى ده بتاع ربنا يبقى كلامه مش خطأ، ولو كان أخطأ ما كانتش تمت المعجزة. هذا كان بيتعبهم أكثر، بيتعبهم إقناعه، وبيتعبهم سلطان، وبيتعبهم ان يقول انه رب السبت، ان ابن الانسان له سلطان ان يغفر الخطايا، ويتعبهم انه بيصنع معجزه فيما يشتغل يوم السبت. ابتدوا يغلوا ومش قادرين يتكلموا. الراجل جه يغسل قلمه وقال له مد ايدك ده اللي هتصحي. الناس يقولوا ايه؟ يقول له ده راجل خاطئ. دي نقطة مش قادرين نصرحوا بيها، صرحوا بيها في الموضوع ده في إنجيل يوحنا. قال لهم تعرفش إن اللي شافك راجل خاطئ؟ قال لهم عمرنا ما سمعنا إن الخطاة ربنا بيسمع لهم. يعني رد عليهم. في بعض الأوقات كانوا يريدون أن يجربوه، يعني قول له هات لنا آية من السماء، يقولوا له هل يجوز أن نعطي الجزية لقيصر إلى آخر. كان بيرد عليها حكاية مناقشاته مع وحكومة اليهود عليه، ليه بكتبها لكم بس بديكوا علينا من الكلام. المسيح في إنجيل متى لأنه كتب لليهود بيشرح ليهم ان المسيح هو ملك اليهود. من اول الانجيل لما جم المجوس وقالوا اين هو ملك اليهود، من جهة النبوة عم بيت لحم ان يخرج منها المدبر اللي يرعى الشعب، من جهة النبوة ايضا في اصحاح 21:4-5 في دخول أورشليم، لكي يتم ما قيل في النبي القائل قولوا لابنة صهيون هو ذا ملكك يأتيك وديعا راكبا على جحش. أنا أتان جحش ابن أتان، يبقى اللي هيجد الملك وأستقبل هناك كملك. من جهة أنه أثبت لهم أن المسيح هو ابن داود، وداود هو الملك، يبقى من نسل ملوكي، يبقى هو يجلس على كرسي داود أبي. من جهة ملك اليهود حتى أمام بيلاطس، حتى من جهة الكتابة التي كتبت على الصليب يسوع الناصري ملك، فأثبت لهم أن ده ملك اليهود وملك له سلطان. في متى 11:27 يقول كل شيء قد دفع إلي من أبي، وليس أحد يعرف الابن إلا الآب، ولا أحد يعرف الآب إلا الابن، ومن أراد الابن أن يعلن له. وأيضا هذا السلطان أعلنه في الإصحاح الأخير قبل الصعود في متى 28، وقال لهم دفع إلي كل سلطان من السماء وفي التجلي إلى أرض. وأثبت لهم أن ده المسيح في سلسلة الأنساب وقصة المجوس، وفي شهادة بطرس أنت هو المسيح ابن الله الحي الإصحاح 16، وفي سؤال رئيس الكهنة هل أنت المسيح إلى أرض. كون أن هو الإب كلام كثير عن أنه هو الإب هنبقى نقوله لكم، أكتبه لكم. المهم أن اليهود كانوا يطلبون ملكا أرضيا، لكن المسيح أراد أن يوجههم باستمرار إلى ملكوت السماوات. هو يتكلم مع اليهود ويكتب لليهود، ولكنه نمر واحد لا يجاملهم في أخطائهم،
نمرة 2، لا يجاريهم في التعاليم الخاطئة لا من جهة السب ولا من جهة فهم الشريعة، كما ورد في العزة على الجبل: سمعتم أنه قيل أما أنا فأقول لكم، وأمثلتها كثيرة في العزة على الجبل. وأيضا في ناحية الملك أراد أن يثبت لهم أن الملك ليس ملكا أرضيا، إنما في حاجة اسمها ملكوت السماوات. لاحظوا الآن في إنجيل متى يشرح أن ملكوت السماوات كان هو بشارة المعمدان، بشارة المعمدان. في متى 3:2، المعمدان كرز قائلا: توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. وكان هو بشارة المسيح في متى 4:17، يقول ابتدع يسوع يكرز ويقول: توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. وفي 4:23، كان يسوع يطوف كل الجليل يعلم في مجامعهم ويكرز ببشارة الملكوت. وهذا أيضا ما علمه لتلاميذه أنهم يكرزوا به في متى 10:7، قال لهم: وفيما أنتم ذاهبون اكرزوا قائلين أنه قد اقترب ملكوت السماوات. إذا ملكوت السماوات كان موضع كرازة المعمدان، وموضع كرازة المسيح، وموضع كرازة التلاميذ. في العزة على الجبل كلام كتير عن ملكوت السماوات، سواء في التطويبات زي مثلا لما يقول: طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، أو افرحوا وتهللوا لأن أدراكم عظيم في السماوات، أو طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات. أو من نقض إحدى هذه الوصايا الصغرى وعلم الناس هكذا يضع أصغر في ملكوت السماوات. إن لم يزد بركم على الكتب والفريسيين لن تدخلوا ملكوت السماوات. كلام كثير في العزاء قبل عن ملكوت السماوات. في متى 6:33 يقول ملك، يقول: اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وكل هذه تزلل. في متى 11:12 يقول لهم ملكوت السماوات يغتصب. في متى 13 يقول لتلاميذه: أعطي لكم أن تعرفوا أسرار ملكوت السماوات. في متى 13 أمثلة كثيرة يشبه ملكوت السماوات كذا 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 أمثال كثيرة. في متى 16:19 قال لبطرس: أعطيك مفاتيح ملكوت السماوات. في متى 18 من هو العظيم في ملكوت السماوات أخذ طفل وقام. وفي متى 19:14 لأنهم دعوا الأطفال يأتون إلي ولا تمنعوهم لأن اللي مثل هؤلاء ملكوت السماوات. إذن المسيح أراد أن يوجههم إلى مملكة أخرى هي مملكة السماوات. يبقى لا يجاملهم في أخطائهم، لا يجاملهم في التعب، لا يجاملهم في أخطائهم الشخصية وعدم التوبة، لا يجاملهم في التعاليم. أيضا يصحح مفهومهم عن المملكة. من المملكة ان هم عايزينها، ان هو صحيح ملك اليهود، لكن لابد ان يهتموا في ملكوت السماوات.
وباستمرار يوجه أنظارهم إلى هذه السماوات. في متى 5:12 افرحوا فإن أدركم عظيم في السماء. في 6:20 اكنزوا لكم كنوزا في السماء. في 5:34 لا تحلفوا بالسماء لأنها كرسي الله. كلام أيضا كثير عن الآب السماوي، أبانا الذي في السماوات، وده موضوع طويل ممكن نكلمه عليه. أنا سبت كل المعلومات العامة. الربط شوف، معلش ده احنا بقالنا شهرين ما عدناش مع بعض. شوف أحاديث المسيح، أحاديث المسيح في إنجيل متى، يلاحظ إن إنجيل متى كثيرة هي الأحاديث فيه. إنجيل متى وإنجيل يوحنا يمتازان بأن الأحاديث أكثر من الأحداث، يعني الكلام أكثر من القصص والتاريخ. إنجيل متى وإنجيل يوحنا. إنجيل متى فيه 1068 آية، منهم 644 أحاديث، يعني إطلاق إيده ثلاث إخماس، أكثر من نص يعني أحاديث. هناك أحاديث طويلة وهناك أحاديث قصيرة. الأحاديث الطويلة عبارة عن 6 أحاديث طويلة. العزة على الجبل تاخد 3 إصحاحات على طول، 5 و6 و7. إرساليته للتلاميذ وتعاليمه للتلاميذ في هذه الإرسالية موجودة في متى 10 الإصحاح كله. أمثال ملكوت السماوات واخد متى 13 كله. تعليمه عن العظمة والمغفرة في إصحاح 18. توبيخه للكتبة والفريسيين في إصحاح 23. حديثه عن نهاية العالم في 24 و25، يعني 5 و6 و7 و10 و13 و18 و23 و24 و25، 9 إصحاحات كاملة أحاديث، اللي هي تلت الإنجيل تقريبا. أريد أن أقول لكم عبارة أخشى أن تزعجكم، ولكني سأدخلها في عقولكم شيئا فشيئا. لابد أقول لكم الحاجات دي عشان جايز تسمعوها من غير. شوفوا إيه، غالبية علماء الكتاب يقولون إن القديس متى له أسلوب التجميع، له أسلوب الإيه؟ التجميع. يعني إيه أسلوب التجميع؟ يعني تلاقي العزة على الجبل مجمعة تعليم كتير جدا موجود في لوقا متنطور في حتت كتيرة خالص، لكن في متى مجموعين كلهم على بعض الـ3 إصحاحات. معجزات في متى 8 و9 في أماجيل أخرى متناثرة وحتى مجمعة مع بعض. أمثال عن الملكوت في متى 13 مجمعة كلها على بعض. وهنا تبدو المشكلة. المثل العزة على الجبل دي قالت مرة واحدة ولا الكلام اتقال في مناسبات؟ نضرب مثل من الأمثلة. نضرب مثل ايه؟ هو تتعب اقول لكم الحق. يعني مثل في العزة على الجبل في إصحاح 6 وسط الكلام، فصلوا أنتم هكذا أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، موجود
تلاقي في لوقا 11 يجيب العزة على الجبل في مناسبة يجيب الصلاة الربانية في مناسبة يقول ايه لوقا 11 من آية 1-4 وإذ كان يصلي في موضع لما فرغ قال واحد من تلاميذه يا رب علمنا أن نصلي كما علم يوحنا أيضا تلاميذه فقال لهم متى صليتم فقولوا أبانا الذي في السماء وأنا عجبا ولا أنا في المنظر شوف العزة على جبل آيات كثيرة جدا منها موجودة في إنجيل لوقا في إصحاح 6 في إصحاح 11 في إصحاح 12 في إصحاح 13 في إصحاح 14 في إصحاح 16 يعني متفرقة دي هكتبها لكم برضو علشان ما ضيعش وقتكم الحل هو الآتي لا مانع مطلقا أن يكون السيد المسيح في مناسبات متعددة ذكر تعليما معينا وفي العزة على الجبل جمع كل هذا التعليم مرة واحدة لا مانع مطلقا أن السيد المسيح يكون قد جمع التعليم ده كله في العزة على الجبل ولما جاءت مناسبات أعاد لهم ما قاله في العزة على الجبل تأكيدا لهذا الكلام وسأضرب لكم مثلا بسيطا بسيطا عن هذا التكرار في الكتاب المقدس يعني ما فيش مانع من التكرار للتسليم خذوا مثلا ما قيل عن وظيفة الراعي وإنذاره للناس وإنه لو ما أنذرهمش يطلب دمهم منه وإذا أنذرهم يبقى نجى نفسه موجودة في حزقيال 3 وبنفس النص والكلام في حزقيال 33 يعني مذكورة مرتين في سفر واحد نفس الكلام اقرأه لسه بدري أمشيكوا صار شوف في حزقيال ايه ثلاثة يقول ايه خلي بالكم معايا في حزقيال 3 من آية 17 يا ابن آدم قد جعلتك رقيبا لبيت إسرائيل فاسمع الكلمة من قبلي وانذرهم من قبل إذا قلت للشرير موتا تموت وما أنذرته أنت ولا تكلمت إنذارا للشرير من طريقه الرديء لإحيائه فذلك الشرير يموت بإثمه أما دمه فمن يدك أطلبه وإن أنذرت أنت الشرير ولم يرجع عن شر ولا عن طريقه الرديء فإنه يموت بإثمه أما أنت فقد نجيت نفسك لقد صح إيه؟ ثلاثة نيجي 33 33 من آية 7 وأنت يا ابن آدم فقد جعلتك رقيبا لبيت إسرائيل فتسمع الكلام من فمي وتحذرهم من قبل إذا قلت للشرير يا شرير موتا تموت فإن لم تكلم لتحذر الشرير عن طريقه فذلك الشرير يموت بذنبه أما دمه فمن يدك أطهر وإن حذرت الشرير من طريقه ليرجع عنه ولم يرجع عن طريقه فهو يموت بذنبه وأن أما أنت فقد خلصت نفسك نفس الكلام ما فيش مانع أبدا عند ربنا إن بيقول الكلام ويقوله مرة تانية للتأكيد ولذلك خذوا مثلا الوصايا العشر تلاقوها موجودة في خروج 20 وهي هي في تثنية 5 موجودة في ايه؟ في خروج 20 وهي هي في ايه؟
التثنية خمسة. بل إن سفر التثنية هو تثنية الاشتراك، يعني قال الشريعة مرة أخرى في سفر، مفيش مانع عند ربنا يكون قال للأذى على جبل مرة واحدة، وفي مناسبات جت مناسبة كرر التعليم نفسه، مفيش مانع. يعني طريقة التجميع لا تمنع إن نفس الكلام يكون قد قيل في مناسبات أخرى، كل حاجة في حين. وهكذا أيضا تعليم المسيح للتلاميذ الإصحاح 10 وجدت بعضها في مرقس وبعضها في لوقا، وهكذا أيضا أمثال المسيح بالذات مثل الزارع وحبة الخردل والخميرة موجود بعضها، كلها موجودة في لوقا وبعضها موجود في مرقس. إن شاء الله المرة الجاية أنتهي معكم من مقدمة لإنجيل متى، والتفاصيل كلها ستجدونها في مجلة الكرازة. اتفضلوا وصلوا.